تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، ترامب يفاجئ العالم بامتلاك رؤية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما ظهر في الحياة السياسية، هو موجود من فترة طويلة في الحياة العامة، لكن لما ظهر في الحياة السياسية ثم أعلى مستوى في الحياة السياسية، مرشحا ثم رئيسا لأكبر دولة في العالم، الرئيس ترامب كان في اعتقاد أنه لا يمتلك رؤية، وأن عنده بعض النثريات الفكرية اللي موجود بعضها في الاقتصاد نتيجة أن هو رجل أعمال. لكن الرئيس ترامب يبدو الآن أنه يمتلك رؤية، ويبدو أن فريقه عنده تصور لأمريكا والعالم. الرئيس ترامب تلقى اتصال هاتفي زي ما قلنا قبل كده من رئيس تايوان. قلت لحضراتكم تايوان محافظة صينية، جزء من الصين، ونتيجة صراع سياسي الأمريكان دعموا تايوان باعتبارها هي الصين، وإن بكين مش عاصمة الصين إنما تايوان اللي هي الصين الوطنية، هي اللي تمثل الصين في الأمم المتحدة. لكن من قرابة 40 سنة تم حل هذا الموضوع، وحصلت مصالحة صينية أمريكية، ومن سنة 79 تقريبا أو قبل كده، قرابة 40 سنة، مفيش رئيس أمريكي جرؤ أن يكلم تايوان رسميا، بمن فيهم الرئيس رونالد ريغان بنفسه. إنما الرئيس ترامب هو أول رئيس أمريكي، قبل كده ولا جمهوري ولا ديمقراطي ولا بوش الأب ولا رونالد ريغان حد جرؤ أن هو يتحدى الصين بهذا الشكل، وأن هو يتلقى اتصال هاتفي من رئيسة الصين، من رئيسة تايوان. لما الرئيس ترامب عمل كده، العالم كله بقى في حالة ذهول، ماذا يريد ترامب؟ والصين طلعت تصريحات قوية جدا، وصفت ترامب بأن هو ما عندوش خبرة، وأن هذا الاتصال نتيجة قلة الخبرة. نائب ترامب حاول يخفف الموضوع، نائب الرئيس الأمريكي القادم، وقال إن الموضوع مجرد مكالمة مجاملة مش أكتر من كده للتهنئة، مجرد زوبعة في فنجان حصلت نتيجة مكالمة مجاملة. إنما الرئيس الأمريكي باراك أوباما معنى كلامه إن ترامب هيبوظ الدنيا مع الصين، وأكد إن البيت الأبيض بيحترم إن تايوان جزء من الصين. وزير الخارجية جون كيري قال إنه ترامب لازم هو وفريقه، هو ما قالش ترامب اسما لكن قال فريق الرئيس ترامب، لازم يلجأ لوزارة الخارجية قبل ما يعمل أي مكالمة أو سلوك في السياسة الخارجية، يعني ما تصرفش من نفسه، عايز يكلم تايوان، عايز يتكلم مع الهند، يتكلم أي بلد في العالم، لازم يرجع للخارجية يعرف الأول إيه موقف أمريكا وإيه رؤية السياسة الخارجية الأمريكية وموقف الدبلوماسية الأمريكية، فيكلم الخارجية وبعدين يتصرف. مجمل المشهد ده ادى انطباع ان ترامب بادئ بلا رؤية، وان ترامب اتورط في هذه المكالمة، وان ترامب عنده قلة خبرة، وان وزير الخارجية الامريكي نفسه بيقول له بعد كده بعد اذنك كلم الاول الخارجية عشان يقولوا لك الصح قبل ما تتصرف بطريقة مش صحيحة. انما هل صحيح ترامب ما عندوش خبرة؟ وهل صحيح ترامب بيتصرف نتيجة قلة الخبرة؟ في موقف آخر، الرئيس بوتين بيرى أن ترامب ذكي وأن عنده رؤية. موقع روسيا اليوم عمل تحليل مميز جدا، هل ترامب عنده خبرة ولا ترامب عنده قلة خبرة أو بلا خبرة كما وصفته الصين. طبعا موقف أو رؤية الرئيس بوتين تبدو قوية. ليه بقى؟ لما تجيب بقى موضوع الصين، تلاقي ان ترامب تلقى اتصال من رئيس تايوان، هو اللي قال انه كلم رئيس تايوان، ما اعتذرش ان هو كلم رئيس تايوان، بعديها بشويه انتقد الصين في موضوعين مهمين جدا في الاقتصاد، في السياسه النقديه اتهم الصين ان هي بتخفض العمله الوطنيه اللي هي اليوان، وان ده مخالف لقواعد الاقتصاد الدولي، وهاجم الصين. وهاجم الصين أيضا في الملف العسكري،
ان الصين عندها نفوذ عسكري متصاعد مخالف لما ينبغي ان يكون في بحر الصين الجنوبي. يبقى اذا ترامب ما كانش بيتصرف بلا رؤية، انما في رؤية، ثلاث خطوات ورا بعض من اقوى الخطوات اللي اتخذتها امريكا في مواجهة الصين. اتصال مع رئيسة تايوان، اتنين هاجم السياسة النقدية وخفض العملة الصينية، ثلاثة هاجم الجيش الصيني والرؤية الاستراتيجية الصينية والتوسع العسكري البحري الصيني في بحر الصين الجنوبي. يبقى إذن ثلاث ضربات ورا بعض منظمة، والرسالة إن أمريكا هتتعامل مع تايوان، وإن أمريكا هتعاد الصين اقتصاديا، وأمريكا مش هتسمح بقوة الصين عسكريا في بحر الصين الجنوبي. كده يبقى السياسة اللي كانت مترددة ومحافظة شوية في مواجهة الصين بتتراجع لصالح سياسة واضحة عدائية من ترامب وأمريكا تجاه الصين. يبقى إذن الموضوع ليس قلة خبرة، وإنما في رؤية عدائية للصين قلنا منها ثلاث مشاهد حتى الآن. ده ملف الصين. تعالى بقى ملف سوريا. كانت رؤية أوباما وهيلاري كلينتون معاه ان هم موجودين في سوريا من اجل انجاح اسقاط من اجل اسقاط النظام السوري واقامه نظام بديل، لكن امريكا ما ظهرش بالظبط هي عايزه ايه، انما ده رايها المعلن، لان في اتهامات بتفاهم مع قوى متطرفه موجوده داخل سوريا. المهم ترامب قفل على ده كله وقال انه هيتفاهم مع روسيا. يبقى اوباما وهيلاري كانوا داخلين في صدام مع روسيا في سوريا، ترامب هيدخل في تفاهم مع روسيا في سوريا، أوباما وهيلاري كانوا في حالة تفاهم نسبي مع الصين، ترامب في حالة عداء مع الصين. ثلاثة، دولة زي الهند وطبعا الخصمة الكبيرة ليها باكستان، نظرية أوباما طول الوقت التفاهم مع الهند، وزعيم الهند مودي كان على طول بيزور أوباما أو بيتصل بيه أو بيتلقى اتصال منه، وكانت العلاقة ممتازة جدا بين الهند وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهيلاري كلينتون. ترامب واخد موقف تاني، كلم باكستان، كلم زعيم باكستان نواز شريف وقال له كلام ودود جدا في المكالمة، وقال له إن أمريكا تدعم باكستان وإن أمريكا معجبة بأداء نواز شريف، وأكتر من كده قال له إحنا هنسندك وهندعمك، وإن إحنا كمان جاهزين نخش في وساطة مع الهند في قضية كشمير. إذن بعد ما كان في دعم واضح جدا أمريكي للهند عبر سنوات أوباما هيلاري، دلوقتي في تراجع إلى الوراء وفي تفاهم باكستاني أمريكي من جديد. إذن دي كلها محطات بتبين إن ترامب جاي عنده رؤية لما يفعل، العداء مع الصين عكس ما كان يفعل أوباما وهيلاري، التفاهم مع روسيا في سوريا عكس ما كان يفعل أوباما وهيلاري، التفاهم مع باكستان وإضعاف العلاقة الاستراتيجية مع الهند أو عدم إبقائها عند نفس المستوى كما كان يفعل أوباما وهيلاري. إذن في رؤية جديدة لترامب تجاه العالم، والأمر لم يكن فقط مجرد قلة خبرة. اثنين، الانقلاب الاقتصادي مفهوم جديد في العالم. الرئيس رجب طيب أردوغان اتكلم في الغرفة، غرفة الصناعة في إحدى محافظات تركيا، وهو مستاء جدا بالأزمة الاقتصادية اللي موجودة. قلنا أدنى مستوى للليرة في مواجهة الدولار من 10 سنوات، والرئيس أردوغان لما اتكلم قال ان احنا لازم نواجه المعضلة الاقتصادية والمؤامرة الاقتصادية اللي تستهدف تركيا. انما في مصطلح مهم قاله الرئيس أردوغان وهو بيتكلم عن الأزمة الاقتصادية في تركيا، قال أردوغان ان هو بيواجه انقلاب اقتصادي بعد فشل الانقلاب العسكري، وده مصطلح جديد إن في بلد تواجه انقلاب اقتصادي بعد ما واجهت انقلاب عسكري فاشل. هو بيقول الانقلاب العسكري كانت أدواته واضحة، كان انقلاب عسكري،
وفشل الانقلاب العسكري، إنما الانقلاب الاقتصادي أدواته مختلفة. أدواته سعر الصرف، إن يضرب العملة الوطنية في مواجهة الدولار. أدواته إنه يدمر سوق الأوراق المالية البورصة. أدواته إن يركع الاقتصاد التركي. وبالتالي إذا نظام أردوغان لم يسقط بالانقلاب العسكري، ممكن يسقط بالانقلاب الاقتصادي. هذا المصطلح المهم والجديد والخطير، إن ممكن دولة تواجه انقلاب اقتصادي، وإن النظام إذا ما قدرش إن هو يواجه هذا الانقلاب الاقتصادي بقوة، ممكن يسقط كأنه بيسقط قدام انقلاب عسكري. ده كلام مهم ويحمل جديدا في علم السياسة. أردوغان بيقول إنه يقدر يتجاوز الانقلاب الاقتصادي كما تجاوز الانقلاب العسكري، ودعا الناس إنهم يطلعوا الدولارات اللي تحت المخدة زي ما قلنا قبل كده، ده تعبير أردوغان. والناس فعلا طلعوا، والأزمة ممكن تبدأ تتراجع في الفترة القادمة. لكن ما يقوله أردوغان إن في انقلاب اقتصادي منظم يستهدف العملة الوطنية وسوق الأوراق المالية، ويستهدف مجمل الاقتصاد التركي. إذا ده ممكن يحصل في تركيا، لكن المصطلح ممكن يكون موجود في بلدان أخرى، إن في دول دلوقتي الحرب الاقتصادية أخطر من الحرب العسكرية. اطلع بقى بره المصطلحين الانقلاب العسكري والانقلاب الاقتصادي، خليها الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية. ممكن دولة تقدر تتجاوز حروب عسكرية، لكن الحرب الاقتصادية سهلة ومفيهاش موت للعدو بالنسبة للدولة اللي هي بتشن الحرب الاقتصادية، ما عندهاش قتلة ولا عندها دماء ولا عندها مصابين، وبكل بساطة حرب في منتهى الذكاء وفي منتهى الرؤية في مواجهة العدو، وممكن تسقط دولة ودولتين وثلاثة واربعة. يبقى إذن المؤامرة الاقتصادية أو الانقلاب الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية أو الحرب على العملة الوطنية أو الحرب على سوق الأوراق المالية، كل ده من مؤشرات عصر العولمة. وأي دولة بتواجه مصيرها بقوة لازم تدرك إنها ممكن تتعرض لانقلاب اقتصادي زي ما بيقول أردوغان، لحرب اقتصادية، لمؤامرة اقتصادية، وفي حال نجاحها لا قدر الله بترقيع الاقتصاد، في هذه الحالة يصبح انتصر العدو على الدولة الوطنية. إذن الاقتصاد مش مجرد معيشة، الاقتصاد وطن، والاقتصاد حرب، والاقتصاد كرامة وطنية، وهزيمة الاقتصاد يساوي عدة هزائم عسكرية. الاقتصاد لم يعد شيئا هامشيا، وإلا ما كانش أردوغان يقول إنه أخطر من تعرضه لانقلاب عسكري، وإن الانقلاب الاقتصادي بيستهدف ترقيع تركيا. إذن لدينا مصطلح جديد يسمى الانقلاب الاقتصادي، سكه أردوغان. ثلاثة، هل أخطأ أينشتاين؟ ألبرت أينشتاين العالم الكبير والعالم الأشهر في تاريخ العلم الحديث والمعاصر، نطرح هذا السؤال أو طرح البعض هذا السؤال، هل أخطأ أينشتاين؟ أينشتاين صاحب نظرية في الضوء وفي سرعة الضوء، ونظرية أينشتاين إن الضوء في الفضاء بيقطع الفراغ بسرعة ثابتة. الجملة صعبة طبعا، لكن ببساطة إن الضوء في الفضاء بيقطع الفراغ بسرعة ثابتة، في سرعة ثابتة للضوء بيمشي بيها عبر الفراغ. السرعة الثابتة دي كام؟ 300,000 كيلو متر في الثانية. أكيد كلنا عارفين هذه المعادلة أنها سهلة جدا. سرعة الضوء كام؟ 300,000 كيلو متر في الثانية، دي سرعة الضوء. أينشتاين بيقول إنه الضوء بيمشي بهذه السرعة كسرعة ثابتة في كل الكون، بيعبر الفراغ في الفضاء بهذه السرعة 300,000 كيلو في الثانية. ما هو الجديد؟ اتنين من العلماء الباحثين
باحث في جامعة ووترلو في كندا وباحث في جامعة بريطانية مرموقة. الاثنين عملوا بحث في التسعينات، دلوقتي بيطوروه. النهاردة الصحف العلمية نشرت في العالم عن هذا البحث، باحث من إمبريال كوليدج وباحث أيضا من ووترلو في كندا. الباحثين بيقولوا إيه؟ بيقولوا لأ، سرعة الضوء ما كانتش ثابتة طول الوقت، إنما الكون كان صغير. نظرية الانفجار إن كان الكون صغير جدا جدا جدا، وبعدين انفجر الكون، وبعدين بدأ يتمدد يتمدد يتمدد، فبقت فيه بقى مجرات وكواكب ونجوم وشموس وكل هذا الكلام، فالكون بيتمدد ويتوسع. دي نظرية نشأة الكون المشهورة جدا أو الراسخة في مناهج البحث في الفيزياء، إن الكون نشأ من انفجار كبير جدا ويتمدد منذ ذلك الوقت. كل شوية بنلاقي مجرات جديدة وشموس جديدة وكواكب جديدة. النظرية الجديدة بتقول إيه؟ اللي هي معادية لأينشتاين، بتقول إنه أول الكون ما نشأ كانت سرعة الضوء كبيرة جدا، أكبر من 300,000 كيلو في الثانية، ولكن بدأ الضوء سرعته تتباطأ مع تمدد الكون. وهم درسوا الأشعة الناجمة عن الانفجار الكبير والأشعة أيضا الكهرومغناطيسية عفوا اللي موجودة في أركان الكون، وهذه الأشعة ثابتة. لما درسوا هذه الأشعة الكهرومغناطيسية بتسمى بخلفية الكون مع الأشعة الناجمة عن الانفجار الكبير، نتيجة دراسة هذه الأشعة وهذه الأشعة توصل الباحثين إلى أنه الكون حين نشأ كانت سرعة الضوء أكبر من 300,000 كيلو في الثانية بكثير جدا، وبعدين بدأ الضوء سرعته تقل 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 لغاية ما ثبت الضوء عند 300,000 كيلو متر في الثانية. وبالتالي كلام أينشتاين مش دقيق، إنه منذ البداية وإلى الآن وإلى الأبد وفي كل مكان في الكون سرعة الضوء ثابتة 300,000 كيلو متر في الثانية، مش صحيح، إنما كان أكتر من كده بكتير، وبعدين قلت سرعة الضوء لما وصلت إلى هذا الحد 300,000 كيلو متر في الثانية. دي قصة مهمة موجودة في مجلة الفيزياء لما نشرت في بدايتها في التسعينات، دلوقتي رجعت تاني المجلات العلمية تدرس ذلك الأمر. وأهمية هذه القصة إيه؟ مش بس إننا نتأمل الكون أو نظريات نشأة الكون في أكتر من نظرية، كانت نظرية أشهر، ولا كمان نتأمل ما قاله أينشتاين، إنما نشوف إن العلم لا يتوقف عند حد، حتى لو هذا الحد ألبرت أينشتاين. ونظرية الضوء اللي ثابتة وراسخة علميا، ممكن يجي علماء ويهزوا هذا الثبات ويهزوا هذا الرسوخ ويطلعوا بنظرية علمية جديدة. ودي أهمية وقوة العلم. العلم مش إيديولوجيا، مش كلام ما فيهوش نقاش، العلم فيه نقاش. حتى لو كان العالم أينشتاين، وحتى لو كانت النظرية نظرية سرعة الضوء في الفراغ، وحتى لو كان هذا الأمر يتعلق بنشأة الكون، وحتى لو معظم علماء العالم وحائزي نوبل بيقروا نظرية أينشتاين، يظل العلم قابل للتعديل والتطوير والتكذيب، ويظل العلم باستمرار لديه جديد. إذن البعض يسأل هل أخطأ أينشتاين، والبعض يجيب نعم أخطأ في قوله بثبات سرعة الضوء عبر الزمن. 4 يوم القيامة يبدأ من النرويج. حديث كبار المحللين في العالم عن حرب نووية محتملة، احنا كل شيء نتعرض لهذا الموضوع من مداخل مختلفة، لأن ده أصبح موجود في دوريات علمية رصينة في العالم، مراكز دراسات مهمة في العالم. ديلي ميل البريطانية اتكلمت عن إنه روسيا بتعلن إن النرويج هدف نووي إذا سمحت بقوات أمريكية على أراضيها. القصة إيه؟ القصة النرويج من سنة 49 عندها استراتيجية مفيش قوات أجنبية على أراضيها. النرويج جنب روسيا بيقابلوا بعض من فوق، من سقف العالم بيتقابلوا في شمال كوكب الأرض.
الخريطة كالتالي. عندنا فنلندا بهذا الشكل، بعدين بنلاقي بقى السويد مع النرويج، وبعدين نلاقي اللفة كده. هنا فنلندا في هذا المكان، وهنا هنا بقى اما ناخد خط بهذا الشكل هنلاقي هنا طبعا تقديريا هنلاقي هنا السويد وهنا النرويج وهنا قلنا ايه فنلندا. دي دول اسكندنافيا اللي هي طبعا من اجمل بلاد العالم، والناس هناك عايشين عيشة رائعة، تعتبر يعني من الجنان اللي موجودة على كوكب الارض. فهنا فنلندا، هنا السويد، هنا النرويج، وهنا روسيا. هنا بقى هنا شمال العالم، التلج بقى بدأ من هنا. انت هنا بقى مش في التلج، انت في تلج التلج، يعني هنا بقى اخر حاجة القطب الشمالي بعد كده. فانت هنا داخل في القارة القطبية الشمالية. فالنرويج بقى ماشية ازاي؟ تمشي كده، اولا دي السويد اهيت، السويد تيجي تقفل كده تقريبا، النرويج بقى تكمل كده تيجي تقابل روسيا في هذا المكان. هتلاقي بقى هنا روسيا وهنا النرويج، فالنرويج تلف كده من فوق السويد تقابل روسيا في هذا المكان. دي منطقة حدودية عليها خلاف بين روسيا وبين النرويج. التفاهم من 49 من نهاية الحرب العالمية الثانية بعدها بكام سنة، النرويج ما تحطش أي قوات أجنبية على أراضيها. ليه؟ لأنها جنب روسيا، فما ينفعش تحط أي قوات أجنبية على أراضيها. إنما النرويج بدأت تتكلم مع الأمريكان، الأمريكان هيبعتوا فعلا مئات الجنود علشان يكونوا على أراضيها عشان لو حصل اعتداء روسي كده. ده مخالف الاستراتيجية الثابتة من 49. الروس قالوا لو حصل والأمريكان دول وصلوا وقعدوا في المكان ده، شوف بقى يبقوا قربوا على بعض إزاي؟ يعني مفيش. لو الأمريكان وصلوا وقعدوا في المكان ده، في هذه الحالة الصواريخ بقى اللي موجودة هنا، يعني دي الصواريخ النووية الروسية اللي موجودة، هتتوجه إلى النرويج. هي ما كانتش متوجهة، كانت ماشية في اتجاهات أخرى، لكن هتتوجه إلى النرويج وهتصبح النرويج هدف نووي لروسيا. ببساطة مرة أخرى، النرويج بلد من 49 ما فيش قوات أجنبية، ليه؟ جنب روسيا. طيب هتجيب قوات أجنبية، فالروس قالوا أوكي لو عملته كده احنا جاهزين بالأسلحة النووية، هتكونوا هدف لينا وممكن نعمل ضربة نووية في النرويج. في هنا قلق، فلجوا الأمريكان أكتر، فالأمريكان هيبعتوا هذه القوات الصغيرة اللي موجودة. النرويجيين بيقولوا إن روسيا كل شوية تبعت طيارات تنزل، زي كده كتاب الأستاذ أنيس منصور الذين هبطوا من السماء، ينزلوا ويخرجوا زي المخلوقات الفضائية. السكان هنا بيشوفوهم لكن بيقدروش يكلموهم. تنزل طيارات روسية وتخرج، قوات روسية وتخرج. هيبقى هنا قوات روسية بتعمل إنزال غير رسمي وغير قانوني، مخالف للشرعية الدولية طبقا للنرويج، وفي نفس الوقت في قوات أمريكية تكون موجودة في هذا المكان. هل ممكن دول في لحظة يحتكوا بدول؟ وارد. هل الروس فعلا يهددوا أكتر من موضوع توجيه الصواريخ ممكن في لحظة ينفلت الزمام ويحصل توجيه صاروخي إلى النرويج؟ وارد. هل النرويج هتكمل في استفزاز روسيا إلى هذا الحد؟ وارد. طب إيه اللي ممكن يحصل في هذه المنطقة؟ دي منطقة خطر جدا جدا في العالم، زي بحر الصين الجنوبي، منطقة النرويج دي منطقة لأن خط تماس خطير جدا جدا مع القوى العظمى. وارد قوي لو في حرب عالمية ثالثة لا قدر الله تكون من بحر الصين الجنوبي، وارد جدا لو حرب عالمية ثالثة تكون موجودة من منطقة اسكندنافيا شمال النرويج مع روسيا، اللي هي المنطقة المحايدة نتيجة وجود قوات أمريكية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في النرويج جنب روسيا مباشرة، وتوجيه روسيا صواريخ نووية باتجاه النرويج. العالم بقى صعب وبقى خطير، وسباق تسلح لا ينتهي، والنقاط والبؤر اللي محتمل تندلع منها حرب عالمية ثالثة لا قدر الله تتزايد يوما بعد يوم. مفاجأة مذهلة، تصدير الهواء.
تعبئة الهواء في زجاجات في الصين. الصين دولة نتيجة التقدم التكنولوجي الكبير اللي موجود فيها، نتيجة الموارد اللي مش قادرة تكفي الطلب، فيها تلوث كبير جدا. فمثلا في العاصمة بكين كتير جدا من الشهور بتلاقي التلوث واضح، تلاقي البلد كلها مغيمة نتيجة التلوث اللي جاي من الصناعة الشديدة. الصورة اللي قدامنا دي صورة كتير جدا تشوفوا فيها بكين عاصمة الصين، 20 مرة ضعف التلوث العالمي. التلوث ده خلى ناس كتير جدا تتضايق هناك، مش لاقية هوا نظيف. لكن المذهل مش ان هم يتضايقوا او ما يلاقوش هوا نظيف، المذهل ان البعض بدأ يعبي الهوا في ازايز ويبيعها فعلا. يبقى الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده كإفيه او هزار او ضحك تحول الى نمط اقتصادي. ودلوقتي في زجاجات تعبئة هواء موجودة في الصين حسب الدرجة. في هوا نظيف جاي من كندا وده سعره الشيء الفلاني، وفي هوا جاي من نيوزيلندا أغلى من الهوا اللي جاي من كندا. الهوا اللي جاي من نيوزيلندا حوالي الإزازة بحوالي 300 جنيه. والهوا اللي جاي من نيوزيلندا الإزازة بحوالي 500 جنيه مصري. وبعدين ممكن يكون بالشمة، الشمة الواحدة. فحضرتك الإنسان بيتنفس اللي هو شهيق وزفير. فالشهيق للمرة الواحدة ليه رقم حوالي 20 سنت يعني 5 دولار أمريكي يعني جنيهات. فتخيل إن أنت حد يجيب لك إزازة فيها هواء وبعدين يقول لك خد شمة من هذا الهواء وتلاقي نفسك بتدفع 20 سنت. أما لو خدت الإزازة كلها في حوالي 180 شمة، طب مين اللي حسب إن الإزازة فيها 180 شمة؟ ومين قال إن الهواء ده جاي من نيوزيلندا أو جاي من كندا؟ ومين قال لما أفتح الإزازة أساسا مش هيتفاعل الهواء اللي جوه مع الهواء اللي بره؟ ده اللي قاله أحد السكان لوكالات الأنباء. قال إن هو اشترى إزازة 180 شمة فيها وقعد يشم فيها جاية من نيوزيلندا ودفع الكام دولار اللي مطلوبين فيها، لكن بيقول ما لقيتش أي تفرقة بينها وبين الهواء الملوث اللي موجود في بكين. أخشى طبعا أن يكون هذا الموضوع ملهم لناس كتيرة. نبص نلاقي أي حد يقولك أنا عندي وكالة أو شركة استيراد وتصدير، فيروح يجيب هواء من الصعيد ولا من طنطا أو المنصورة أو بسيون، يكون الهواء نظيف هناك ويجي يبيعه في القاهرة. أو يكون أسهل يروح دريم لاند يبيع في الدقي والمهندسين، أو يروح التجمع يبيع مصر الجديدة ومدينة نصر. وبص نلاقي شركات استيراد وتصدير الهواء، لو قلنا لهم انتوا نصابين يقول لك لا موجود في الصين، لو قلنا الكلام ده مش مظبوط يقول لك لا استورده من كندا ونيوزيلندا. فكده بقى لاول مره في نمط اقتصادي لان الانسان يعبي الهواء في ازايز وبعدين يبيع هذا الهواء، يحدث ذلك في بكين. 15 سنه على الرائعه دريم، كل عام وانتم بخير، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.